الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بهذه الدنيا فاعلم أنها مبنية على الصبر. كلنا مجبولون على حب المال، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول لك لا تأكل الحرام، مع أنك تحب المال، قذف في قلبك حب المال، ثم قال لك هذه الدنيا قدامك، تستطيع أنك تسرق وتغش وترابي، فإن صبرت ظفرت. كلنا مجبولون على حب الشهوة، فإذا صبرنا وقاومنا النفس وانطلقنا لله فزنا. كلنا مجبولون على الحرام، على النوم، نحب النوم، ثم يأتيك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يأمرك أنك تقطع نومك فتأتي. لماذا؟ لأن الدين يحتاج إلى صبر، ما في شيء يأتي بلاش، لازم تصبر، لازم أن يرى الله منك الصبر. ولذلك مع الصبر تفلح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل يصبر، وأيضا في نفس الوقت صبره ليس نهايته أنه لا يعاقب. شوف يا أخوان، في صبر بلا عقاب، هذا اسمه حلم ليس اسمه صبر. صبر بلا عقاب هذا اسمه حلم ليس صبر، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كيف؟ الآن مثلا لما يرى الله عز وجل العبد الكافر مثلا، هذا الذي يعيث في الأرض شرا وفسادا وينشر الرذيلة في كل مكان ثم يصبر الله عليه ولا يعاقب، هل هذا عدل؟ لا يمكن. لكن الله عز وجل يمهلهم، ولذلك ماذا يقول للكافرين؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن يا محمد لا يغرك الكافر الذين نحن صابرون عليه، والذي غره حلمنا عليه وغره إمهالنا له، لا يغرنك، فهو قليلا ثم سيعود إلى جهنم. وإلى الظالم، الظالم ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا الشخص الذي يظلم ويبطش وغره ملكه، غره جنوده، غره زبانيته، غره المرجفون حوله، وبدأ يظلم ويبطش سواء كان حاكما أو حتى ولو كان فردا بسيطا في بيته، يظلم ويبطش يستغل قوته، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحتى المتكبر الذي يراه الله عز وجل وهو يتكبر على عباده ويستهزئ بهم ويراهم نظرة السخرية، يقول له الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والذي يستهزئ حتى في دين الله، ولا الذي يعيش على معاصي الله، يقول الله عز وجل له انتبه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن الله عز وجل يصبر، لكن في نهاية الصبر هناك حساب، وهذا هو عدل الله عز وجل، أن الله يمهل العبد، يصبر على العبد، يفتح له الفرص لعله أن يتوب. ولذلك يا إخواني إذا رأيتم صبر الله على الظلمة وعلى الطغاة وعلى المجرمين لا تظنوا أن هذا عجز من الله عز وجل، لا، تعالى الله من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا عبد ضعيف قد خدعه الشيطان وخدعته نفسه، قد يتوب في آخر لحظة فيدخله الله الجنة. ربي عز وجل لا يحب أن يعذب العباد. طيب وحقوق الناس والناس المظلومة؟ لا يمكن أن يضيع عند الله شيء، لكن هذا ينجو من النار، وعند الله تجتمع الخصوم وكل إنسان سيأخذ حقه بالكامل، لكن ربي لا يحب أن يعذب عباده. إذن يا إخواني أولا نعلم ما معنى الصبور، هو الذي يؤخر العاقبة على
الذين يستحقون العقوبة، الذي يؤخر العقاب على من يستحق العقوبة. الثانية، اعلم أن صبر الله ليس نهايته لا شيء، لا، كل صبر له نهاية عادلة، سواء كان مع المتكبر أو مع الكافر أو مع الظالم، وهذا تمام عدل الله عز وجل. المسألة الثالثة، اصبر نفسك على دين الله لتنال الخير ولتنال ما عند الله عز وجل من الخير والإحسان. واسمع لهذا الحديث، علشان إذا جيت تصلي الفجر في هذا البرد تركت النوم وأتيت إلى بيته، تعلم أنه حقك لا يضيع عند الله عز وجل. إذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون، ثم وقفت بين يدي الحي القيوم، لا تظن أن الله عز وجل يضيع هذا الأمر. إذا رأيت الناس صدت عن دين الله وأنت ثابت صابر محتسب تدعو إلى الله، لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك، لا يضيع هذا عند الله. اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يا أخي، يضحك الله إلى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله وهو الذي ليس بحاجته. من هم يا رسول الله؟ أما الأول فرجل خرج في غزوة للجهاد، فرجع الناس إلا هو صابر، وقف يدافع عن دين الله. هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله، والله لا يخذل. وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور، والله إن النيران تصليهم من كل مكان، وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم، لا يخذلون من خلفهم. هذا يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل. من هو الثاني يا رسول الله؟ قال: الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء، ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين يدي الله عز وجل. الله أكبر. أيهم أعظم، صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل؟ الفجر أعظم، فكيف إذن بمن أتى إلى الفجر؟ أيضا أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم. وأما الثالث فرجل سافر مع قوم، والسفر تعب وجهد، فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا، قام هو يصلي بين يدي الله عز وجل، ترك الراحة من أجل أن يرضي الله عز وجل. انظر ما هي عاقبة الصبر، أن يضحك الله إليهم ويستبشر بهم وينظر إليهم جل جلاله. إذن يا إخوة، لازم نصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة يرفع مقامنا عند الله عز وجل. نصبر حتى فلا نؤذي الله. هل نؤذي الله؟ نعم، نؤذي الله عندما نسب الدهر. كم من إنسان يسب اليوم الذي رآك فيه أو الساعة التي رآك فيها، أنت هنا تؤذي الله عز وجل، فلا تؤذي الله بهذا الكلام. اصبر نفسك عن هذا الأمر، لأنه يغضب الله عز وجل. إذن هذا المبحث الرابع، وهو الصبر على مرضات الله. اصبروا يا كرام، فوالله إن مع الصبر الغنم، مع الصبر الفوز. هذه التقوى ليست شيء نشتريه، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، رقة القلب، الهداية، هذه كرامة من الله عز وجل، لا يعطيها الله عز وجل إلا من يستحقون. ومن أجل أن تصل إلى لذة الدين ولذة الإيمان وإلى الثبات على طاعة الله، لازم أن تصبر على صلاتك وعلى طاعتك وعلى ترك المنكر وفعل الطاعة ومصابرة الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الموضوع يحتاج إلى صبر، ولكن من صبر ظفر بإذن الله عز وجل. أيضا يا إخوة، نريد الصبر في أخلاقنا، في تعاملاتنا، في تعاملاتنا مع الناس. عندما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوصني. قال: لا تغضب،
امسك نفسك عن الغضب. وليس الشديد بالسرعة، ما هو الشديد اللي يضرب الناس، الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. لماذا؟ لأن الموضوع يحتاج إلى صبر. اصبر مع زوجتك، عندك زوجة مثلا متعبة مزعجة، اصبر عليها يا أخي، أن ترضى منها خلقا تكره خلق ترضى خلق آخر، اصبر. اصبر أيضا المرأة نفسها التي تقع في زوج ظالم أو زوج عنده مشاكل، اصبري واحتسبي رحمة بأطفالك، سترا لعرضك، سترا لوالديك. لماذا؟ لأن المرأة الصابرة لها الثواب العظيم عند الله عز وجل. الصبر يا إخوة نريد حتى مع أولادنا. بعض الناس إذا أخطأ ابنه دعا عليه الليل والنهار وسبه بكل أنواع السباب. لا يا أخي، لا تدعو على ابنك، قد تصدر منك دعوة تكسر فيها ظهر ابنك وانت ما تشعر. امسك نفسك يا أخي، اصبر، اصبر في تعاملك مع الناس. إذا 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 قابلت الناس، يعني الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كيف تريد العز وتريد الوجاهة وتريد الجاه وتريد المكانة وأنت لا تصبر؟ لازم تصبر. الصبر هذا مطلوب يا إخوة في التعامل مع الناس، كما أنه مطلوب في العبادة. الصبر عند الأقدار، وهنا رسالة أوجهها لكل مبتلى، إذا ابتليت فاصبر، إذا ابتليت فاصبر. إذا جاءك الله بمرض مزمن كإعاقة، مرض كلى، مرض أي أمر، وما أكثر الأمراض، لو تذهبون إلى المستشفيات لعرفتم النعمة التي تعيشون فيها. اصبر. لماذا؟ لأن الله قال كلمة عظيمة، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويوم القيامة يود أهل العافية لو يرجعون إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض من شدة ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء. إذن اصبر يا صاحب البلاء، يا من ابتليت ما بإعاقة ولا بمرض، اصبر، اصبر، فوالله إن الله أرحم بك من نفسك، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبتليك بشيء إلا لحكمة يعلمها ربي عز وجل. ماذا يقول؟ يقول وبشر الصابرين. خلونا نشرح لكم الآية كلها، نأخذها مع بعض. شوفوا جمال الآية، لما يقرن لك الله عز وجل الصبر بأعظم عبادة، لما يقرن الله عز وجل الصبر بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع من؟ مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. ثم ماذا قال الله؟ قال ولنبلونكم بإيش؟ هل قال بالخوف والجوع؟ قال بشيء. ما معنى كلمة بشيء؟ يعني مو دائم خايف، أنت يجيك خوف بعض الأحيان صحيح، لكن معظم الأيام آمن، وبشيء من الجوع، معظم الأيام شبعان، يا جاك شوي جوع، والمرض معظم الأيام أنت صحيح لكن يجيك شوي مرض. إذن الله عز وجل من رحمته أنه ما يجعل حياتك كلها بلاء، إن أخذ منك شيء أعطاك أشياء أخرى، لا يمكن. هذا هو من رحمة الله. ولو تأملت في نفسك يا المبتلى لوجدت عندك مشكلة واحدة لكن عندك خيرات كثيرات. وما أعظم وأجمل الإنسان عندما ينظر إلى بلاء الله على أنه عطاء، هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل، عندما يراك الله وهو يبتليك فترضى. فأبشر بالخير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر، من المبشر؟ الله جل جلاله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا دلالة أو يعني اقتباس جميل. ما هي الآية التي بعد هذه؟ تعرفونها؟
قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني الآن قاعد الله عز وجل يتكلم لك عن الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. يعني هذه الآية جت هنا وكأنها تذكرنا بأعظم من ابتلي بإبراهيم الخليل وابنه وأمه الذين رماهم في وسط الصحراء استجابة لله وصبر، صبر. وجاء المرأة تركض ما بين الصفا والمرأة أم إسماعيل. ربط، ترى ربط جميل يا إخوة بين هذه الآية والتي قبلها. إذن المهم يا أيها المبتلى أصبر وأبشر بالعاقبة من الله عز وجل، بس أهم شيء الرضا. أيضا يا إخوة إلى كل من مات له قريب، رسالة إلى كل من مات له قريب أو حبيب. هل الموت شر؟ هل الموت كل شر؟ الذي يموت يا إخوة من المؤمنين وين يروح؟ خلاص ينسى أم أنه يذهب إلى الله عز وجل؟ إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فابشر بالخير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت شفاعتي، أوجب الشفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يموت إذن وهو يشهد أن لا إله إلا الله، أنت ستبكي على فراقه نعم، لكن روحه هناك منعمة. فلذلك الموت ليس كل شر، الموت قد يكون هو الخير لهذا المريض الذي كان يتألم بين يديك. الطفل أحيانا قد يبتلي الله بالموت رحمة بوالديه كما فعل موسى مع الخضر، وأحيانا للإنسان يكون في قوة شبابه وعنفوانه ثم يكتب له الله الموت. لماذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلوني أعطيكم قصة أسلي فيها كل صاحب أو كل إنسان مات له حبيب. هذا رجل اسمه أبو الحسن التهامي. أبو الحسن التهامي رجل بلغ 80 من عمره تقريبا ولم ينجب الأبناء، وبعد أن بلغ من الكبر عتيا رزقه الله بابن. تعرفون الإنسان لما يكون كبير في السن ومحروم من أولاد ثم يرزق بطفل سيتعلق فيه تعلق شديد، وفعلا أحب هذا الغلام، أحبه حتى صار هذا الغلام يعني عمره 2 أو ما يقاربها، إخلاص في قمة الحب وقمة تعلق الأب بابنه. مات هذا الابن بين يديه، فحزن حزنا شديدا وكتب مرثية من أعظم وأجمل مراثي العرب، واقرؤوها واسمعوها طويلة، يقول فيها حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. يعني يقول اللي يبغى الدنيا صافية مثل الذي يبحث عن النار في وسط البحر. قصيدة طويلة، ابحثوا عنها وقرؤوها واسمعوها. المهم ما الشاهد، بعد أيام مات هذا الرجل، فرآه أحد الناس في المنام فقال ما فعل الله بك يا أبا الحسن؟ فقال غفر لي وأدخلني الجنة. قال بماذا؟ قال ببيتي شعر قلتهم في تلك القصيدة. ما هما البيتان؟ قال يخاطب ابنه، قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هذا الابن وين راح؟ راح إلى الله، فهو في جوار الله. إذا أبوك الذي مات، أمك، أخوك، أختك، زوجتك الغالي عليك، هو ذهب إلى الله ما دام أنه مات على لا إله إلا الله. فلذلك اصبر، اصبر، فالله عز وجل لا يضيع أبدا أبدا أجر الصابرين.
إن كل عبادة يا إخوة مبنية على الصبر لا حد لأجله. مثل إيش؟ مثل مثلا الصيام. الصيام هو الصبر، صح ولا لا؟ صبر النفس عن الشهوات وعن المحرمات وعن المآكل وعن المشارب، ماذا له عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا ماذا؟ إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه عندما يقف العبد ليؤخذ من حسناته يوم القيامة فيؤخذ من كل الأعمال، لما يصلون إلى الصوم يقول الله هذا لي لا تأخذ منه. إذن صومك مرصود ولا يضيع عند الله عز وجل. لماذا؟ مبني على الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحج في صبر ولا لا؟ وتعب وبذل. الحج المبرور ليس له جزاء إلا إيش؟ إلا الجنة، ما له جزاء إلا الجنة. لماذا؟ مبني على الصبر. وهكذا كل العبادات لما تصبر فإنما آلها إلى الجنة. بقي أن أقول إذا دخل أهل الجنة الجنة تخاطبه الملائكة بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن يا إخوة فلنتعلم الصبر في حياتنا، ونحاول أن نتعود على هذه الفضيلة العظيمة، فنصبر عما لا يرضي الله، ونصبر على طاعة الله، ونصبر على أقدار الله، ونصبر على الناس والتعامل معهم. إنما رزق الصبر فقد رزق الخير الكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر، وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا.